السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: هل الموت مخيف؟ الجواب: لا، لمن يعرف ما هو الموت وإلى أين نذهب بعد الموت. الموت فيه فراق للأحبة، والكل سوف يموت جسمه المادي عند أجله المسمى. الموت هو موت الجسم المادي للإنسان، وتحرر أي مغادرة النفس الجسم الميت، فتغادر حياة الدنيا إلى الحياة الثانية، وهي حياة البرزخ. نفسنا تبقى حية، والنفس هي الإنسان نفسه. فالإنسان إنه حي، فالنفس حية في الدنيا وحية في عالم حياة البرزخ ويوم القيامة. النفس المطمئنة التي أطاعت الله تعالى وعملت الصالحات تكون فرحة بموت جسمها المادي بتخلصها منه. فالإنسان المؤمن يكون فرحا بخروج نفسه من ذلك الجسم الذي كان مقيدها في حياة الدنيا، فالنفس تفرح بعدم رجوعها للجسم الميت ومغادرتها حياة الدنيا التي فيها العناء والمشقة والمرض. هذه النفس سترجع إلى عالمها الأصلي الذي جاءت منه، وهو عالم حياة البرزخ، فتمكث فيه لغاية يوم القيامة متقيدة لقوانينه التي وضعها الله له، كحال قوانين الدنيا عندما كانت تستخدم الجسم المادي في حياة الدنيا. عند انتقال النفس لعالم حياة البرزخ سوف تأخذ معها، أي الإنسان يأخذ معه، أعماله التي كسبها، سواء كانت خير أو شر، حسنات أو سيئات. فإذا النفس كانت نفسا مطمئنة، نفسا مؤمنة، ستكون إقامتها في حياة البرزخ وكأنها في روضة من رياض الجنة لغاية يوم القيامة. وإذا كانت نفسا أمارة بالسوء، نفسا كافرة، ستكون إقامتها في حياة البرزخ وكأنها في حفرة من حفر النار لغاية يوم القيامة. وجودنا على الأرض حتى نفي بالوعد الذي وعدنا الله به قبل نزولنا لعالم الدنيا ووافقنا عليه، وهو الإيمان بالله الأحد وطاعته وعدم عصيانه وإعمار الأرض وعمل الأعمال الصالحة، بهذا تكون لنا الجنة يوم القيامة. فيجب النجاح في هذا الاختبار في حياة الدنيا والعمل على رقي وتطور نفسنا، فتكون لنا شخصية راقية ذات فهم ومحبة ونورانية. فيجب الاستعداد للموت بالإيمان وعمل الصالحات وعدم الخوف منه. الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين فرحين وسعيدين، فأعد للنفس المطمئنة وهو الإنسان حياة سعيدة عند انتقالها إلى عالم حياة البرزخ، فيها الفرحة والمسرة آلاف المرات عن حياة الدنيا. فالذين مات جسمهم المادي وكانوا مؤمنين بالله ويعملون الصالحات سيكونوا سعداء لحظة مغادرتهم الدنيا ولغاية دخولهم عالم حياة البرزخ، فيكونوا سعداء وكأنهم في روضة من رياض الجنة لغاية يوم القيامة. ويوم القيامة يدخلون الجنات التي أعدها ووعدهم الله بها قبل نزولهم لحياة الدنيا، فيكون في الجنات في سعادة أبدية، لا مرض ولا هم ولا شقاء، لأنهم نجحوا في الامتحان في حياة الدنيا وطوروا وعيهم وفكرهم، وأصبحت لديهم شخصية راقية محبة وقلب روحي نوراني. فالموت غير مخيف، وبموت جسمنا المادي يسهل رؤية الله في الجنات،
لأنه يصبح لدينا جسم جديد يخلقه الله لنفسنا يوم القيامة يناسب حياة الآخرة. جسمنا المادي كان مناسبا فقط لحياة الدنيا. إذا أعجبك هذا الفيديو أعطيه لايك، وإذا تحب مشاهدة فيديوهات أخرى اعمل لي فولو، وشكراً.